أهلا بك ماجدة، أينما كنتم مشاهدين أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. بداية، توفر مناخ الاستثمار الملائم هي الجملة التي يرددها الخبراء الاقتصاديون كلما تغيرت وجهة الاستثمار الأجنبي من الجزائر إلى بلد آخر وبالخصوص إلى المغرب. فوزية مسعدي تحدثنا عن الموضوع. تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر شعار لطالما تغنت به السلطات الوصية للرقي بالاقتصاد الوطني، لكن هروب الاستثمارات الأجنبية الكبرى من الجزائر والتحاقها بدول أقل إمكانية منها كالمغرب حمل جملة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الظاهرة، ليلقي الخبراء المسؤولية على مناخ الاستثمار الغير الملائم. في الجزائر بالسوق الشديد انا نبدلوا القوانين كل 5 دقائق، يعني نضطر وحنا نظن الجزائر عندها امكانيات اكثر من المغرب، ولكن المحيط والسياسيه الاقتصاديه والاجتماعيه ما كاش الرؤيه. الجدل حول القضية أخذ أبعادا أكثر من حجمها، خاصة مع صعود اللوبيات المغربية التي أصبح الاستحواذ على الاستثمارات الكبرى الموجهة للجزائر شغلها الشاغل. توفير مناخ ملائم للاستثمار وتحفيزات عدة جعلت الشركات العالمية تجد ضالتها في المغرب. الإدارة المغربية تسهل ولا تعرقل للاستثمارات المحلية والأجنبية، اما نحن فاي استثمار سواء اجنبي في عرقله جبائيه، عرقله بيروقراطيه، عرقله جمركيه. لتجري الرياح بما لا تشتهيه السفن، فبفشل تلك المشاريع المعلنه وانسحاب كبرى المستثمرين الاجانب في الميدان، طرس اليوم جل تلك السفن في ميناء الجاره المغرب، متجاوزه بذلك كل المؤهلات التي يمتلكها بلد بحجم القاره. فإلى متى ينتهي سيناريو هذا الفيلم؟